لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نتكلم على قضية المصالح والمفاسد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. وقال رحمه الله: إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر به فهو صلاح. وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجبا وفعل محرما. يعني وإن كان المحتسب عليه ترك واجبا أو فعل محرما. المسألة دي تختلط عند الكثيرين بمسألة الميكافيلية. يقولوا انتوا عندكم ميكافيلية، وان انتوا ناس مع كل لون، عشان الكلام في الموضوع ده. وهذا الكلام راجع الى الجهل. فقضية الغاية تبرر الوسيلة ليست من باب مراعاة المصالح والمفاسد في شيء، وإن اشتبهت في بعض الأحوال، لكن كما ذكرنا الفرق هو في وزن المصالح والمفاسد. هناك في الميكافيلية على سبيل المثال لا مانع من ارتكاب الكفر طالما أن السياسة تقتضي ذلك. وأما من يزن الأمور بالمصالح والمفاسد يقول أن النطق بكلمة الكفر رغم أنها كلمة لا يجوز أبدا إلا عند الإكراه، وليس أن من أجل مصلحة ما يتلفظ الإنسان بالكفر. وكذلك يرون إباحة قتل الناس وسفك دمائهم لما يرون من مصلحة، وربما أفتوا بعض الظلمة بذلك، فيترتب على ذلك من أنواع الفساد في الدماء ما لا يعلمه إلا الله. أهل الإسلام يرون تقديم الدين ثم النفس ثم العرض ثم المال والعقل، أو ثم العقل ثم المال. فهذه الموازنة هي التي يعني توضح كيفية الموازنة، هي الفرق بين الميكافيلية أو قاعدة الغاية تبرر الوسيلة عندهم وبين أهل الإسلام، اللي هو مش عارف يفرق. يقول لك ما أنتوا كلكم بتعملوا نفس الكلام وتقولوا نفس الكلام، أو كلكم بتتعاملوا نفس المنطق، نتيجة الجهل الناشئ، وليس لأن هذا هو الموقف الحقيقي. قال رحمه الله: وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت. تزاحمت إزاي؟ تعارضت يعني في مصلحة هتتم ومعها مفسدة، تزاحمت في مصلحة بس تزاحمها مصلحة تانية، مش هتحصل مفسدة ولا حاجة بس هتفوت مصلحة تانية نتيجة الايه؟ التزاحم. ها؟ يعني هيعمل مصلحة بس هتفوت مصلحة تانية، مش هتحصل مفسدة. ادي معنى التزاحم، او التعارض بقى ان هتحصل مفسدة. فانه يجب ترجيح الراجح منها. قال: فيما اذا تعرضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات او تزاحمت، فانه يجب ترجيح الراجح منها فيما اذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت. فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ورفع مفسدة، ودفع مفسدة،
فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، هو ده الكلام المهم جدا. فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، يكون عندنا نصوص تثبت تقديم ده على ده، وإن لم يقدر اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. هذا يعني يقول النصوص ما هتبقى موجودة عند الشخص العالم، يعرف في التزاحم والتعارض كيفية التقديم. هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر، بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلونهما جميعا أو يتركونهما جميعا. لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر. فإن كان يعني بيقول مش مطلقا، لأن أنت لازم تشوف المنكر اللي مجتمع مع المعروف الاثنين مع بعض دول، بل ينظر. فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر. القاعدة دي بنقول يعني احنا بنقول ابقوا على النظام القائم، ده مثاله، ما تهدهوش. طب ما في ظلم وفساد، في ظلم وفساد، لكن احنا بنقول ان ايه اللي ممكن يحصل المتوقع. يقول لك انت تعرفوا الغيب، لا احنا مش بنعرف الغيب، بس جريان سنن الله الكونية على امر معلوم، ان دخول البلاد في فوضى اذا تدهورت الاحوال يؤدي الى ظلم وفساد اضعاف اضعاف ما هو قائم. ده تبرير وفلسفة للظلم الموجود، نقول نعوذ بالله، بل ننهى عن الظلم الموجود، ولكن لا نغير بطريقة تؤدي الى زيادته. نقول للحق ده حق، ونقول للباطل ده باطل، ولكن لا نغير بطريقة تزيد على الفساد. نصبر. نقول للناس، نقول للناس كبار وصغار، حاكم ومحكوم، يقول بل ينظر. فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله. أنت بتؤمر معروف، بس أنت عارف أنه هو هيجيبه هيترتب لذلك إيه؟ منكر أشد منه، يبقى أنت في الحقيقة أمرت بمنكر. زي واحد يقول للناس النهاردة نروح نكسر الخمرات، وانت عارف الناس لو عملت كده ايه اللي هيحصل، هتسفك دماء، هيحبس ناس، هيعذبوا، وتعود الخمرات كما كانت. يبقى انت نهيت عن منكر مش كده، ولا نهيت عن معروف في الحقيقة، ولا امرت بمنكر في الحقيقة؟ انت كده امرت بمنكر. يقول فتارة قال وان تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما.
فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح أمر ولا نهي، حيث كان المنكر والمعروف متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. أما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا، نقول سفك الدماء المعصومة حرام، نقول الاعتداء على أعراض الناس حرام، نقول أخذ أموال الناس أو تدميرها بغير حق حرام. ولكن وإحنا بقى بنتكلم على واقع معين، لازم نشوف الأمر الواقع ده هنعمل فيه إيه من جهة التلازم بين المعروف والمنكر. يقول: أما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بالمعروف فوات معروف أكبر منه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين الحق له، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا، فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية. وهذا باب واسع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال رحمه الله: فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما، فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح، وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما معا يعني، فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما. اللي احنا بنتكلم فيه ده يقول لك انتوا جبتوا السيسي مش كده، وانتوا متسيبه كل اللي جاي بعد كده، يقول لك اجبناه لان اللي كان البديل الاخر كان استمرار حالة الفوضى في البلاد، او يأتي من هو اعجز منه عن الامر. يترتب على ذلك بقى ان احنا كل حاجة يفعلها من المنكرات او تقع في زمنه نكون نحن الذين امرنا بذلك؟ لا، احنا ده الامر ده كان على بعضه. ما هو البديل الممكن؟ ما هو الاحتمال الاخر ينظر في هذا الباب؟ قال رحمه الله: ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويعلمون أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لصلاح العباد في المعاش والمعاد، وأنه أمر بالصلاح ونهى عن الفساد. فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجحوا الراجح منهما، فإذا كان صلاحه أكثر من فساده رجحوا فعله، وإن كان فساده أكثر من صلاحه رجحوا تركه. فإن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. يقول لك في ناس مسجونة ومظلومة، نخلينا نولعها عشان الناس دي تطلع من المظلومة. نقول لهم: طيب الوضع إذا كان يمكن أن يصل إلى ما وصل إليه في سوريا، يقول لك: وماله؟ ونخليها تبقى زي سوريا، يا ريت تبقى زي سوريا، يا ريت تولع وتبقى زي سوريا. نقول لهم: كم واحد بعاد عن بيوتهم دلوقتي؟ بيوتهم موجودة وأهليهم فيها مش كده؟ بس هم بعاد عنها فين؟ في السجن. 30,000 واحد. طب لو البيوت اتخربت بقى، البيت بقاش موجود خالص في سوريا دلوقتي، في 13 مليون واحد، يعني كل اتنين في سوريا فقدوا بيته، كل اتنين في واحد فقد بيته، مبقاش في بيت اصلا. يعني زي ما بنقول كده، هو شوفوا الصورة المؤلمة غاية الألم بتاعت الطفلة اللي ايه اللي بتبوس رجل البابا دي، هو مش عامل لها حاجة، هي عايزة
تقول له انقذنا، هو مش هينقذ. ولا اللي في اللي بيروحوا دول اوروبا دي بينقذوهم ولا حاجه، ده بيدمجوهم غصب عنهم في الايه، زي ما احد العلماء الافاضل بيقول البعض لن يهدأ له بال حتى يرى بعينه مخيمات اللاجئين المصريين. كانهم يعني عايزينها توصل للدرجات. ما هو احنا كلامنا على فكره بنقوله ده تصريح من الناس، ده في ناس بيقولوا ايوه خلينا نخش تبقى سوريا زي سوريا وزي زي ليبيا، والعياذ بالله. يعني انت دلوقتي بدل ما 30,000 يبقى 30 مليون يفقدوا بيوتهم خالص، مش تبقى بيوتهم موجوده عايشه فيها اهاليهم. مش ده ظلم اللي موجود. اه ظلم، مع ان مش كلهم مش 30,000 واحد مظلومين، ولكن في ظلم موجود قطعا ويقينا. لكن احنا نعالجه بقى ادي بنقول اهو هنهدها. طب هتتهد وبعدين ايه اللي هيحصل؟ الناس هيعملوا في بعض ايه؟ يفضلوا يعملوا ايه؟ فكركم ان الامر هيستقيم مثلا للاخوان ولا الاشتراكيين الثوريين ولا الليبراليين، ولا هتفضل المعارك هم اصلا بيتخانقوا مع بعض وتستمر الامور الى ما شاء الله؟ اه ما هتبقى ما فعلا اللي يخسر في الكلام ده مين؟ طب تعالوا نشوف على دين الناس، الجزء اللي هو الامر الدين مقدم في الحاله دي كده. الناس هتعرف تعبد ربنا اكتر مما تعبده الان وسط الظلم ده، ولا العبادات ممكن تقل جدا وتحصل مفاسد عظيمه اكتر من كده؟ بلا يبقى ليه لا في مساجد ولا في دروس ولا في اي حاجه نافعه على الاطلاق. عشان كده بنقول ادي ده كمثال، لان المثال ده طرح فعليا واتقال ان احنا عشان نغير لازم يبقى فيه دم، ومفيش مانع ان يبقى فيه دماء. ما تقعدوش بقى تتكلموا كل حاجه الدم الدم الدم. احنا ده ما بيسمعش، ما بيسمعش، مش حد بيسمع لحد. قال رحمه الله: وهنا يغلط فريقان من الناس، فريق يترك ما يجب من الامر والنهي تاويلا لهذه الايه، كما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، وانكم تضعونها في غير موضعها، واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك الله ان يعمهم بعقاب من عنده. والفريق الاخر من يريد ان يامر وينهى اما بلسانه واما بيده مطلقا من غير فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما يقدر عليه وما لا يقدر. واحد بالظبط كده منحرف ضال يقول لك: يجب قتال النظام المحتل في مصر وهو فرض عين على كل واحد. طب ما تقوم بدل ما فرض عين ما تقوم تعمل انت، خلينا نخلص من هذا الهم. وتلاقي لابس الغطره المكويه والكلام المظبوط ويقول لك ده شيخ مش عارف مين. يجب قتال النظام المحتل وهو فرض عين على كل مصري. يا سلام، ده ايه الخيبه دي؟ ضلال والله العظيم، وجهل، مجموعه من الجهال الذين يتكلمون بما لا يعرفون ولا ينظرون. لا بيقول لا فقه، بيقول لا زي ما الشيخ الاسلام بيقول لك يامر من غير فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر. لا، ده هم الناس بتبقى عارفه ان الناس ما تقدرش، ويقول لهم خليكم موجودين. اتابع حكايه الطلقات بالصدور العاريه دي وان الناس تتصدر وهم يسيبوهم ويمشوا من ايام التنظيم الخاص ايام الملكيه. ده كانت بينها في تاريخهم كده ان كانوا بيعملوا مظاهرات ويطلعوا الناس وهم ساعه الجد يروحوا منسحبين، من ايام حسن البنا من سنه 48 كانت بتحصل الحاجات دي كانها حاجه موروثه. طب الناس هتقدر ولا ما تقدرش؟ ده يقول لك تلقي الطلقات بصدور عاريه، تاخدها في صدرك بدل تاخدها في ظهرك. ده شيخ اللي كان بيقول الكلام ده. ها؟ طب ما انت ما تاخدهاش ولا في صدرك ولا في ظهرك. هو انت الناس اساسا لابد وان تقتل؟ وبعدين
بقى انت بقى هذا هو توصيف الواقع الحقيقي، ان مالكش حاجه الا ان تاخدها يا في صدرك يا في ظهرك، هتقتل هتقتل. الكلام باطل قطعا واقعين. بقى نسبه القتل دي زي لما البلد تدخل في حاله الفوضى، في قتل وفي تجاوز وفي ناس مجرمه بتسفك الدماء بغير حق، لكن انت لو تحولت الى فوضى تعمل ايه بقى؟ يقول كما في حديث ابي ثعلبة الخشني، سالت عنها الايه السابقه اللي هي عليكم انفسكم، النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رايت شحا مطاع او هوى متبع او دنيا مؤثره او اعجاب كل ذي راي برايه ورايت امرا لا يدان لك به لا قدره عليه فعليك بنفسك ودع عنك امر العوام فان وراءكم ايام الصبر. الحديث بس انا وانت خفيف كده المعنى بس على ماشي. الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن اجر 50 يعملون مثل عمله. طبعا الحديث فيه ضعف ولكن كلام الشيخ الألباني فيه انه له شاهد يعني في أساسات أيام الصبر. طبعا الموضوع يعني ايه رأيت شحا مطاعا؟ بمعنى ان هذا يكون الغالب الأعم، تجد ان الشح المطاع كل واحد مش بيبخل باللي في ايده بس، ده ياخد عايز اللي في ايدين الناس معاه ملايين وعايز يخليهم كام؟ مليارات، مئات الملايين على مش بتاعتك. زي الاخوة بيحكوا لي دلوقتي الدولة بالعافية غصب عنهم لما عملوا موضوع القمح انهم بياخدوا القمح بكام؟ ب 420، يجي والقمح بيستورد من بره ب 260، يروحوا جايين الناس التجار مستوردين القمح ويروحوا يخلطوه بالمصري ويودوه للدولة احنا زرعين اهو عشان يكسب مكان بقى من قوت الناس الغلابة اللي هم الفقراء اللي مش اللي الدولار عمال يغلى. انت طب انت بتاخد دعم منين؟ انت الدعم ده بتاعك؟ ده هما بيعملوه كده عشان الناس تزرع قمح مش عشان تستورد انت بسعر رخيص وتكسب اضعاف مضاعفه من ذلك. اهو ده بقى الشح المطاع، عايز تاخد من من من, من ايد الايه الناس الاموال العامه اللي هي اموال الفقراء دول. ودنيا مؤثره، ان الدنيا تبقى مؤثره، الهوى المتبع كل واحد يهوى شيء من الشهوات او من الرغبات الابليسيه زي الكبر والرياسه وهو الملك. واعجاب كل ذي راي برأي، كل واحد رايه هو الذي يراه ولا يكون عنده علم بالكتاب ولا بالسنه. تعمل ايه ساعتها بقى؟ رايت امرا لا يداني لك به، مش قادر لا تستطيع. هنا اعرض عن العامه الذين يسيرون في طريق الباطل، مش العامة دول اللي هم كل الناس ان يكون فيهم خير، وإلا فللعلم يعني انطباق هذا على واقع مجتمعنا ليس صحيحا. انت النهاردة العامة بتطلع تكلمهم على القهوة يجوا معاك الجامع، صح كده؟ بتوع المخدرات اللي واقفين على الناصية لما تقول لهم تعالوا الجامع يجوا معاك. يبقى انت كده لقيت هذا الوصف لا قدرة لك على الخير ولا في قدرة على الخير؟ انت دي بتقول درس اهو، الناس بتيجي تحضر الدرس. موطي السيجاره كفايه ان هو لما يشوفك يروح جاي موطي السيجاره دي، بقى قلبه منكسر وهو بيشرب سيجاره، مكسوف ان هو يبقى قدام الشيخ رضوان يشرب السيجاره، والا فممكن بقى يروح جاي سيجاره الحشيش وفخه في وشه. ما هو ده حال تاني مش كده؟ فبنقول اذا كان في من قبول للخير عند الناس يبقى لابد ان نستغل ذلك. امال مين اللي احنا نبتعد عنهم ودع عنك امر العوام؟ اللي هم عوام اهل الباطل الذين يسيرون في صف اهل الباطل واهل الدنيا المؤثره والشح المطاع. قال ابن تيميه فياتي بالامر والنهي معتقدا، بالفريق الاخر اللي هو بيقول لا فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح وما لا يصلح،
وما يقدر عليه ما لا يقدر. يقول يأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع لله ولرسوله وهو متعد في حدوده، كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك، وكان فساده أعظم من صلاحه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال أدوا إليهم حقوقهم وسلوا حقوقكم. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك القتال في الفتنة. لما يكون قتال على الملك ما تشاركش، لا تدخل في هذا الصف ولا في ذاك، تخلص الأمور تعمل ايه؟ تعمل زي ما قلت لك أئمة العلم عملوا دلوقتي، بنو أمية وبنو العز بيتخانقوا بعدين خلاص دول انت. يبقى نقول مش علشان احنا على كل لون، مش على احنا بنشوف بنشوف مع الرايجة ونمشي معاهم، احنا بنقول الحالة دي هي التي فيها صلاح للناس. طب احنا قبل كده نعمل ايه؟ نقول لهم اتقوا الله ما تحاربوش بعض، صح كده؟ نقول لهم اتقوا الله ما تسفكوش الايه؟ الدماء، ونقول لهم ما حدش يظلم التاني. طب وما عملوش الكلام ده، خلاص انا اعمل ايه؟ لا يدان لنا بذلك، ما بيسمعوش النصح، لا يدان لنا بذلك. لا، اذا ليس ان اقرار من غلب من باب الخنوع والذل، بل من باب منع مفسدة ايه اعظم، لان كل ما تزداد فترة المحنة، كل ما تزداد فترة الفوضى، كل ما تزداد فترة الخراب، كل ما تنتهك الحرمات اكثر في الدماء والاعراض في الاديان في الدين، يعني الاعمال والعقائد والنفوس والاعراض والاموال. قولوا قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.